اذا عشاق قناه الحوري الصردي بن مسكين معنا واحد الوجه باشوش اللي دائما هو حاضر هو المؤطر ديال الجمعيه ديال لانوك سي احمد بن سريه. كي داير؟ الحمد لله بارك الله. نهار كبير هذا ونهار زين. الله يحفظك. كي داير مع الصحه؟ الحمد لله الله يطول بعمرك. اش بغيت تقول للناس على هذا المعرض؟ لك الكلمه الان انت كلشي كلشي. المعرض هو الخطوه هي دابا عاد وصلت بعد كنشوف لي برودوي ديال الكسابه ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. الكسابه ديالنا كاملين ان شاء الله يا ربي خصوصا الكسابه التجمع اللي كنأطروه ونتمنوا الخير. التجمع اللي كتأطروه السي هذاك شكون كيمثلو باش الناس يعرفوا؟ مثل خليل الكبير. لا خليل الكبير يعني الاخوان خليل. تبارك الله. هذا هو المنتوج اللي غادي يقدمه. تبارك الله. وشي كلمه على هذا المنتوج اللي غيقدموا اليوم، واش داز اللجنه؟ باقي ما دازش. لا الكوميسيون غادي تبدا دابا شويه غتبدا يسلم على راسردي وبجد وغادي يجوا سردي. اش هو المعايير اللي كتاخذها اللجنه باش تحدد الفحل ديال السنه؟ جيجمون كيف كيكون في لا كوميسيون يعني ما كاينش شي اختلاف. ما كاينش اختلاف اللي غادي يعني واش كيكون شي تصويت كيكون؟ لا ما جيجمون هو كيف ما كيكون في لا كوميسيون ديال القراقره بحال اللي كيكون هنا يعني. شكون اللي كيحدد الفحل ديال سنه؟ ممكن كاين لجنه خاصه هي اللي كتشرف العمل ديال الانتقاء ديال السنه. واش نتوما جد راضين على هذا المعرض؟ واش هو اضافه بالنسبه للسردي؟ هو بالنسبه لتربيه المواشي وبالنسبه للكتابات الصردي يعني راه تقريبا راه مزيان تبارك الله، راه يطوروا المهارات ديالهم وكاين التنافس كاين باش حتى الناس الكسابه ديال المغرب باش يشوفوا البروبلي ويشوفوا الكسابه فين واصلين كيفاش الخدمه وكيفاش الطرق اللي خدامين به. نتمنى التوفيق للجميع. هذه النسخه 15 كانت توقفات سنه 2019 نسخه 14 يعني دامت ثلاث سنوات ديال التوقف. واش كان شي تاثير هذا التوقف اللي توقفوا هذا؟ لا الكسابه غاديين في العمل ديالهم رغم يعني كل الظروف ورغم كل الصعوبات الجفاف والصعوبات ديال الجفاف الا الكساب كيكون يعني مناضل ويعني يكون يعني ضروري خصها يتهلا في البيمه ديال الكسيبه ديالو ضروري خصها حيتاش عندنا لا كوميسيون اللي كدوز كل عام هو كيكون عرس سنوي ولكن المعرض يعني كما نقولوا كيكونفيرمي يعني ديك العمل اللي كيخدموا الكساب. مجهود جبار كتقوموا به انتم المسؤولين ديال التقنيين ديال لانوك، واش هذا بالنسبه لكم هذا المعرض واش ماشي تكريم؟ بيان سور تكريم. بيان سور الكساب راه اللي وصلوا لهنا الا عندهم واحد الجهود واحد العمل يعني راه شنو نقول الله يحسن عوانهم راه ما جابوا وصلوا هذا البروبليم لهنا الا راه كاين مجهود كبير. السي بن سريه نقاطعوك وناخذوا الكلمه ديال الاخ، التعريف الاسم واعطينا شي كلمه في حق هذا المعرض اللي كنشوفوا اليوم. ناجح مصطفى. احنا مشاركين في السردي. مشاركين. منخرط في الجمعيه ديال لانوك. هما اللي عندهم النقطة اللي عندهم طلعوا سوبيرات بزاف. سوبيرات بزاف هما اللي عطاوهم هذا باش يجيو للكنيسة. وانتم ككسابة منخرطين واش ما كطمحوش تكونوا شي نهار هنا؟ كل واحد كيتمنى هذه البلاصة يجي ليها، ما كاينش اللي ما كيتمناش يجي لهذ البلاصة. وهذاك الشيء كيكون نقاط. يعني مجهودات وخاصك بزاف الحوايج هنا كنضحك هذه النقطة مزيانة. وشي كلمة في حق الكسابة لينا كاملين. تماما. شي كلمة في حق هذ الكسابة اللي مشاركين اليوم. وهذ الكسابة نطلبوا الله يسهل عليهم كاملين. الجميع. كاع اللي جا لهنا الله يسهل عليهم، البرطاكي هي خاص يكون كاع بنادم بحال. تحية لك. شكرا جزيلا إنك كما شفتوا معنا، مر معنا السي التقني أحمد بن سريه اللي عطانا مجموعة من المعلومات والأداء، ومر معنا كساب مشارك في الجمعية ديال لانوك. الناس كما كتشوفوا يعني الزوار راضين على المنتوج ديال السردي، وتبارك الله اللهم بارك. خيرات ديال الإخوة الخليل، دابا غادي نمشيو ونشوفوا الخيرات ديال التاغي وكذلك الكليخ. بقاو معنا الإخوان.